عادل البوزياني مسؤول اعلام والتواصل في خليه شبيبه التجمعيه الاقليميه باقليم خميسات. احنا اليوم تنتواجدوا في ساحه مولاي الحسن في اطار النشاط الرياضي تقوم به جمعيه نجوم المستقبل الاخ رشيد عيتعقا اللي هو بالدور ديالو هو عضو الشبيبه الاقليميه بشراكه مع شبيبه التجمعيه لجهه رباط صلاه القنيطره. نشاط الهدف منه هو على اساس اننا نبينوا ان الشبيبه التجمعيه او التنظيمات الموازيه الخاصه بحزب التجمع الوطني الاحرار الهدف ديالها هي الالمام بكل ما هو اجتماعي رياضي، يعني والصلب الموضوع ديالها هو الجانب الرياضي، لان بصراحه وجب العمل على تاطير مجموعه من الشباب المغربي وادخاله في العمليه يعني سواء سياسيه او رياضيه، لاننا ما يمكنش اننا نفرقهم بما هو يعني نشاط سياسي او رياضي. لهذا احنا الدور ديالنا هو اساس الشبيبه الاقليميه او الجهه الخاصه بالشبيبه التجمعيه دائما تكون موجوده بهدف دعم هذه المبادرات اللي تتكون المغزى منها هو الرفع بالمستوى يعني ديال الشباب المغربي، وخاصه هنا احنا المقصود هنا هو الشباب الزموري وخاصه مدينه تيفلت اللي تنعرفوا هناك يعني شح ويعني حاجه ملحه لكذا تظاهرات بهدف الرقي كما يعلم يعني الاقليم فرق مجموعه من الابطال. وهذه مناسبه على اساس اننا نحاول نكتشفوا بعض المواهب اللي ممكن تبرز على الصعيد الوطني ولما لا على المستوى العالمي. وفي الاخير يعني تنتوجه تحيه الشكر لتيفلت بريس على المواكبه الاعلاميه ديالها والتغطيه ديالها، صراحه هذا ما عيدنا عليها، وتحيه للجميع.